أحسن وأجمل درس يقدم كلينسمان إلى وليد الركراكي. فقط شاهد للنهاية في هذه الكرة. أستراليا ضد المنتخب كوريا الجنوبية تضيعها بهذا الشكل على مرة أولى ثانية ثالثة، تضيع كرات ونحن نعرف من يضيع كرات فليستعد لاستقبال كرات. هذا ما فعلته كوريا الجنوبية، لكن دعنا نشاهد أولا كيف تمت إضاعة هذه الكرات السهلة وفي المتناول وممكن أن يتعامل معها المهاجم بطريقة أفضل بطريقة أحسن. شوف مثلا هذه الكرة السهلة، هذه في الشباك، في الشباك بكل أمان، لكن يضيعها بهذا الشكل. ومن يضيع سيستقبل، سيأتي دور الصون ليقدم أفضل هدية وأجمل هدية بالنسبة لمنتخب كوريا الجنوبية. سنرى كيف سيقوم وسيتوغل ما بين 1 2 3 4 لاعبين، ثم بعد ذلك سيستفيد من ضربة جزاء. هل سينفذها هنا الآن وليد الركراكي؟ هل سينفذها صون لأنه اللاعب الأول، لأنه اللاعب الأفضل في كوريا الجنوبية، لأنه يلعب بتوتنهام بكل بساطة؟ لا، هناك من ينفذ أفضل أحسن وأجمل، راح يحطها في الشباك بهذه الطريقة. شوف جمالها، شوف روعتها، شوف المدرب عندما تكون له ثقة في الأداء والأداء فقط. من يستحق هو من ينفذ، لا للمجاملة ولا للعاطفة. من يستحق اللاعب يلعب، من يستحق أن يكون في مقاعد البدلاء فليكن في ذلك، ثم تأتي بعد ذلك هدف الخلاص. هذا هو صون، هذا هو دوره، هذا هو اللي راح يقوم به في النهاية. صون هو اللاعب الأول لكوريا الجنوبية، يحطها بهذا الشكل وبهذه الطريقة. ضربة خطأ جميلة ورائعة من صون، ويسجل ثاني الأهداف ويأهل كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي. يا سلام على حلاوة كرة وسهولها، فقط عليك أن تكون قد المسؤولية.